ما حكم التقليد؟ التقليد فيه أقوال. قول أن التقليد محرم لأن فيه اتباع من قوله ليس بحجة، وقول القول الثاني، هذا طرف. الطرف الثاني أن التقليد واجب لأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا القول فيه ما فيه وهذا القول فيه ما فيه، ونقول أن التقليد جائز عند الضرورة وعندما عدم القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس سليمة. مفهوم؟ أي نعم. قال دون التعصب طبعا. نعم.